اول طبق نقول مكونات سمك البربوني، 3 سمكات بربوني متنضفين، قشر وبطن، ليمون، دقيق، كمون، شطه حاره، ثوم وفلفل حار للتزويق او للتزيين. هبتدي الاول اجهز بوله كبيره، طبعا ده في البيت مش هتستعملوا كل البوله دي، هتستعملوا طبق مسطح علشان تقدروا تتبلوا فيه السمك ويتبدر علشان ما يلزقش، وعلشان المفروض الطبخه دي سمك حار فهحط فيها شطه كتير، يعني هحط فيها معلقه شطه كبيره. وهاخد ملح برضو معلقه كبيره، ويعني نص معلقه فلفل اسود، وده هيبقى المكونات الناشفه، ده اللي هايه هبدر بيها السمك علشان تبقى مقرمشه وما تمسكش في الزيت. ده كده جاهز، والكمون عشان ما ننساش. ده كده جاهز. ناخد بقى فصين ثوم هرسهم كده خفيف. هعمل ايه بقى؟ هحط الثوم ده جوه قلب السمكه، يعني جوه بطن السمكه. اللي بيحب الحراق ممكن هزود عليها فلفل حراق، ده مش موجوده في الوصفه بس لو عايزين تزودوا نقدر نزود عليها شويه فلفل حار. خلي ده هنا هرسهم كده كويس. هنعصر الليمون ده عليها وعليها شويه زيت خفيف. ناخد بقى ايه كده علشان تبقى التتبيله كلها واضحه قدامي، الثوم والفلفل، شويه صغيرين من الزيت، رشه ملح خفيفه، وبايديا هاخد من التتبيله دي شويه صغيرين جوه بطن السمك. تمام، لو ما بنحبش الحراق نستغنى خالص عن الفلفل ونخليها ثوم بس وملح وزيت. قرب بقى كده، ومش عايزين نخلي فيه دقيق كتير، يعني نخلي ايه الدقيق خفيف، وعلى طول على الزيت واحده واحده. نفتكر بس انا واحد حطت الاول عشان نلحق نقلبها. تمام، دايما نحط لبعيد علشان الزيت ما يطلعش من الطاسه يجي علينا. طبعا مش عايز اقول لحضراتكم البربوني ده او بيسموه في الشام السلطان، علشان كان في قصه كده ظريفه ان السلطان كان لقى سمكه واكلت الخاتم بتاعه، طبعا هي اسطوره يعني. اغسل ايديا بسرعه. سمكه دلكت، سمكه رقيقه قوي قوي، ما بتبقى يعني الواحد مش قادر يمسك نفسه. في النار سيبها كده اي حاجات بسيطه قوي، بس تنزل لو في زيت ولا حاجه، وبعدين ننقلها على الطبق. هي حتى الوانها مش محتاجه تزويق. السمك ده بقى لو حضراتكم عايزين تعرفوا عنه اكتر بيمشي ليه زي دقنين كده طوال، بيمشي نغبش في الرمله كده ويطلع بقى، يطلع جمبري، يطلع اي قشريات ياكلها، فبياكل حاجات رقيقه جدا. وكل السمك بياكل جمبري، بس ده بيدور قوي على الجمبري.